السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله يا شطار هنبدأ نحل تمارين على الدرس الخامس اللي كان بيتكلم يا أستاذ على جمع وطرح الكسور الاحتيادية. بس قبل ما نبدأ حبايب الشطار ما ننساش ننزل نشترك في جروب التليجرام اللي هسيبها لكم في صندوق الوصف. ليه يا أستاذ؟ علشان بينزل عليه كل المراجعات وكل الأوراق والتلخيصات اللي تخص الصف الرابع الابتدائي بالإضافة إلى إيه؟ الامتحانات. هتلاقوها كلها في جروب التليجرام. وما ننساش ننزل نشترك في القناة ونفعل زر الجرس وبنعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. طيب هنا يا أستاذ نبدأ في أول سؤال، بيقول لك أوجد ناتج جمع كل مما يأتي في صورة عدد كسر. احنا عرفنا عدد كسر عبارة عن عدد صحيح بالإضافة جنبه إلى كسر احتيادي بسط أقل من مين؟ من مقام. طيب نيجي لأول سؤال، هنا بيقول لك اجمع، ركز يا أستاذ، هنجمع الصحاح مع بعض والكسور مع بعض، تمام؟ عندك كم صحيح؟ 4 و2 كم على بعض؟ يبقى الصحاح 6، تمام يا أستاذ؟ بالإضافة إلى كسر اعتيادي. المقام طبعًا ما بيتغيرش يا أستاذ، بيفضل زي ما هو 8. ونجمع يا أستاذ الكسر ده مع الكسر ده، تمام؟ بنجمع البسط لنصطلح بالمقام، 4 زائد 5 الناتج كام؟ الناتج 9. بس من الملاحظ يا أستاذ في الشكل ده ما ليس عدد كسري. ليه؟ هو صح فعلا عدد صحيح، لكن هنا البسط أكتر من مقام، وإحنا قلنا العدد الكسري لازم البسط هنا يكون أقل من إيه؟ من مقام. عدد صحيح بالإضافة إلى عدد بسط أقل من إيه؟ من مقام. طب نعمل إيه يا أستاذ؟ ناخد الكسر اللي هو 9 على مين؟ على 8. نبدأ نحول فيه 9 على 8، ناخد البسط بتاعه، نشيل منه يا أستاذ المقام اللي هو 8، يتفضل كام؟ يتفضل الواحد. ناخد الواحد نشيل منه نفس المقام 8. طب هل الواحد ينفع يا أستاذ نشيل منه نفس المقام؟ لا يا أستاذ، لأن الواحد ما ينفعش نشيل منه 8. بكده عدد مرات الطرح كم مرة؟ مرة واحدة، يمثل العدد الصحيح بالإضافة إلى كسر احتيادي بسطة عبارة عن المتبقي اللي هو 1 ومقام نفس المقام الأول اللي هو 8. يبقى الحتة دي يا أستاذ اتقابل دي، يبقى هنشطب دي، تمام كده معايا 1 صحيح ومعاك 6 كمان، يبقى على بعض كام؟ 7 صحيح بالإضافة إلى 1 على كام؟ 1 على 8. طيب ندخل على السؤال الثاني، هنجمع الصحيح مع الصحيح، هنجمع 2 على 2 الناتج كام؟ الناتج 4 بالإضافة إلى نجمع الكسور مع الكسور، هنجمع 3 على 5 مع 3 عليه، يعني يا أستاذ كل حاجة باللي تنظرها، إصحاح مع إصحاح وكسور مع كسور. طبعا المقام اللي هو 5 ده ممنوع إن احنا نقرب لميه، بنجمع البسط 3 زائد 3 الناتج كام؟ 6. بس من الملاحظ يا أستاذ ده ليس عدد كسري، هو فعلا في عدد صحيح لكن ده ليس بكسر احتيادي، يبقى إيه؟ ناخد ده يا أستاذ ونحوله، تمام؟ حط عليه إكس ونحوله، تمام؟ طيب هناخد البسط بتاع 6، نشيل منه المقام 5. 6 يا أستاذ ناقص 5 1، ناخد الواحد نشيل منه نفس المقام 5، طب ينفع الواحد نشيل منه 5؟ لا. يبقى عبارة عدد عمليات الطرح كم عملية؟ عملية واحدة تمثل العدد الصحيح، بالإضافة إلى كسر. بسط عبارة عن المتبقي اللي هو 1 ومقام نفس المقام الأول اللي هو كام؟ 5. يبقى ده خلاص ماليش لازمة يتشطب. كده معاك 1 صحيح و4 أصحاح، يبقى على بعض كام؟ 5 بالإضافة إلى الكسر اللي هو إيه؟ 1 على الكام؟ 1 على الـ5. طيب ندخل على السؤال الثالث يا أستاذ، هنجمع أصحاح مع بعض، عندك 1 صحيح و3، يبقى على بعض أصحاح كام؟ 4. بالإضافة إن أنا هجمع الكسور على كسور، هجمع 5 على 6 مع 1 على 6. طبعًا المقام 6 ممنوع إن إحنا نقرب لميه. بنجمع البسط 5 و1 على بعض كام؟ 6، تمام؟ طب من الملاحظ يا أستاذ إن ده ليس في صورة عدد كسر، لأن عدد الكسر عدد صحيح بالإضافة إلى كسر اعتيادي بسط أقل من مين؟ من مقام. يبقى ناخد ده يا أستاذ نحول لكسر مين؟ اعتيادي. هناخد البسط يا أستاذ، احنا خدنا معلومة ان اي حاجة على نفسها يا استاذ تدي كام؟ تدي 1 صحيح، خلاص هنشطب ده لان هنحوله. يبقى 6 على 6 تدينا 1 صحيح، احنا قلنا امتى الكسر يدي عدد 1 صحيح؟ لما البسط يكون كد مين؟ المقام. ناخد الواحد الصحيح نحط على الصحاح، 4 1 كام؟ 5، وما عنديش اي اكسور يا استاذ، يبقى كده انا ايه؟ خلصت. طيب نجمع يا استاذ اصحاح على اصحاح ونبدأ يا أستاذ في السؤال رقم 4، نجمع الصحاح على الصحاح والكسور مع الكسور، عندك 3 صحاح و2 يبقى على بعض 5،
بالإضافة يا أستاذ إلى كسر مقامة، نجمع الكسر على الكسر، كل حاجة بالاتناظرة. المقام ما بنلعبش فيه اللي هو 12، بنجمع البسط 10 و1 كام؟ 11. من الواضح إن ده عدد كسري، عبارة عن عدد صحيح وكسر احتيالي بسط أقل من مقام، يبقى كده إحنا إيه؟ خلصنا. يبقى ده عبارة عن 5 و11 على الكام؟ على ال 12. وندخل على السؤال 5. وندخل على السؤال الخامس يا أستاذ. قلنا نجمع الصحيح مع الصحيح، كل حاجة باللي تناظرها، يعني ناخد الثلاثة الصحيح نجمعها مع الواحد الصحيح، يبقى على بعض كام؟ 4. بالإضافة إن أنا هجمع الكسور على الكسور، هجمع الكسر 2 على الثلاثة على الكسر 2 على الكام؟ على الثلاثة. ممنوع إن إحنا نقرب من المقام، بينزل زي ما هو. بنعمل إيه للبسط؟ بنجمع البسط 2 و2 كام؟ 4. بس من الملاحظ يا أستاذ إن ده مش كسر احتيالي، لأن العدد الكسر عبارة عن عدد صحيح وكسر احتيالي. يبقى نضع عليه دايرة ونحط عليه إكس ونحوله، تمام؟ ناخد البسط اللي هو 4 نشيل منه المقام 3 يتفضل 1، ناخد الناتج اللي هو 1 نشيل منه المقام تاني اللي هو 3، لكن ما ينفعش نشيل من 1 3، يبقى كده خلصت. كده يا أستاذ عملنا كم مرة طرح؟ مرة واحدة بالإضافة إلى كسر بسطة عبارة عن الناتج اللي هو 1 ومقامه نفس المقام 3، تمام؟ طيب عندك 4 صحيح وواحد صحيح، يبقى على بعض 5 صحيح. خلاص أنا شطاب ده مش هناخده، بالإضافة إلى الثلث المتبقي. كده أصبح عدد كسري عدد صحيح بالإضافة إلى كسر احتيالي بسط أقل من مقام. طيب ندخل على السؤال 6، هنجمع الصحيح مع الصحيح. عندك 1 و1، هنجمع الصحاح على بعض عبارة عن 2 صحاح بالإضافة إلى كسر المقام، نجمع الكسر مع الكسر، الربع مع 2 على 4، المقام ما بنلعبش فيه اللي هو 4. بنعمل ايه للبسط يا استاذ؟ بنجمع البسط 1 و2، الناتج كام؟ 3. كده يا استاذ في صورة عدد كسري عدد صحيح بالإضافة إلى كسر احتيالي بسط أقل من مقام، يبقى كده أنت خلصت. يبقى 2 و3 على كام؟ على 4. وندخل على السؤال 7. وعندنا يا أستاذ في السؤال 7 ما عنديش أعداد صحيحة غير الأربع، بس خلاص ننزلها زي ما هي ونعمل كسر يا أستاذ ونجمع الكسور مع الكسور، الأربعة على 9 كسر والواحد على 9 كسر والاتنين على 9 إيه؟ كسر، نجمعهم مع بعض، طبعا المقام ماليش صالح بيه 9. بنجمع البسط 4 و1 5، 5 و2 7. ومن الواضح إن ده عدد إيه؟ كسري، عدد صحيح بالإضافة إلى كسر احتيالي بسط أقل من مين؟ من مقام، يبقى كده أنت خلصت. نكتب 4 و7 على كام؟ 7 على 9. وندخل يا أستاذ على السؤال 8. من الملاحظ إن أنا ما عنديش أعداد صحيحة، عنديش غير كسور على كسور، يبقى خلاص يا أستاذ نجمع الكسور على الكسور. طبعًا المقام ما بيتغيرش اللي هو 5، وبنجمع البسط عادي 3 و2 كام؟ 5. إحنا قلنا إمتى الكسر يدي واحد صحيح؟ لما يكون البسط زي المقام، ما فيش غيرها الحالة الوحدة دي، الحالة الوحيدة اللي بسط يكون كد المقام يدي عدد إيه؟ صحيح، يبقى الناتج 1 إيه؟ صحيح. طيب ندخل يا أستاذ على السؤال رقم 9 والأخير في السؤال الأول. من الملاحظ إن أنا ما عنديش صحيح، عنديش غير كل كسور، خلاص نجمع الكسور على بعضها، تمام؟ يبقى المقام ما بنلعبش فيه اللي هو 8، تمام؟ بنجمع البسط 3 و2 5، 5 و7 12. بس من الملاحظ يا أستاذ إن ده ليس بكسر احتيالي، هو عاوز يقول لك على عدد إيه؟ كسري، يعني عدد صحيح بالإضافة إلى كسر مين؟ احتيالي. يبقى خلاص هناخده، هنحط عليه دايرة كده ونعمل عليه إكس، تمام؟ ناخد البسط 12 نشيل منه 8، يتفضل كام؟ يتفضل 4. ناخد الناتج اللي هو 4 نشيل منها 8، طب هل ينفع الـ4 نشيل منها 8؟ لا، يبقى كده أنت خلصت. عدد مرات الطرح كم مرة؟ مرة واحدة، بتمثل العدد الصحيح. طيب المتبقي كام؟ 4. 4 من نفس المقام اللي هو كام؟ 8. خلاص أنا ده شطبت مش هنرجع، يبقى الناتج 1 و4 على الكام؟ على الـ8. بس خد ملحوظة كده، 1 و4 على الكام؟ على الـ8. لما يكون يا أستاذ البسط والمقام أعداد زوجية، يبقى لازم تكسبهم على الـ2، يبقى 1 و 4 على الـ2 فيها الـ2، و4 و8 على الـ2 فيها الـ4. لسه يا أستاذ البسط والمقام أعداد زوجية، نكمل. يبقى 1 و 2 على الـ2 فيها الـ1، و4 على الـ2 فيها الكام؟ فيها الـ2. يبقى لو كان البسط، اكتب الملحوظة دي في كراستك، لو البسط والمقام أعداد زوجية يبقى لازم نقسمهم على الكام؟ على الـ2. يبقى 1 وكام؟ ونص في أبسط صورة. وندخل على السؤال رقم
طيب نبدأ يا أستاذ في السؤال رقم 2، بيقول لك أعد كتابة المسألة بما يعبر عن الأجزاء المظللة في كل نموذج ثم حل المسألة. بص، لو النموذج كامل بنمثله بعدد صحيح، أما لو النموذج مش كامل يبقى بكسر، بكسر احتيالي. طيب الأول ده يا أستاذ كامل، يبقى ده عبارة عن واحد صحيح طالما كامل، تمام، نكتب واحد زائد، خلينا نبدأ، طالما مش كامل يبقى كسر. نكتب المقام الأول، ليه؟ لأن المقام بيعبر عن العدد الكلي للأجزاء، واحد اثنين ثلاثة، يبقى عددهم كلهم ثلاثة. ظلل، أنا عاوز المظلل بس، البسط بيعبر عن الحاجة اللي أنا عاوز نتكلم عنها، أنا عاوز نتكلم عن المظلل بس، يبقى واحد من ثلاثة. طيب نيجي للي بعديها، كاملة، طالما كاملة يبقى ده عبارة عن واحد صحيح، نكتب واحد. نيجي للي بعديها، مش كاملة يبقى كسر احتيالي، تمام؟ نبدأ نعد كل اثنين ثلاثة. ليه يا أستاذ؟ لأن المقام بيعبر عن كل الأجزاء لمين؟ للشكل الواحد، واحد اثنين ثلاثة، نكتب في المقام ثلاثة. طيب بالنسبة للبص يا أستاذ، الحاجة اللي أنا عاوز نتكلم عنها، أنا عاوز نتكلم عن المظللين، يبقى نعد المظللين كام؟ اثنين، يبقى بسطة بكام؟ باثنين. نبدأ يا أستاذ نجمع الصحيح على الصحيح، كام إصحاح عندك؟ وحدة وحدة اثنين، بالإضافة إلى كسر، طبعا نجمع الكسور على الكسور، المقام مليء الصالح به ثلاثة، نجمع البسط واحد واثنين كام؟ ثلاثة. بس من الملاحظ ان ده ليس عدد كسري، يبقى لازم ناخد ده يا استاذ نخلي البسط اقل من مين؟ من مقام، نشطب عليه وناخده على جنب. اي حاجة على نفسها قلنا بكام؟ يدي واحد صحيح. ليه يا استاذ؟ لان احنا قلنا مفيش غير حالة واحدة الكسر يدي فيها واحد صحيح، لو البسط هو مين؟ المقام. خلاص هنحذف ده ونخلي مكانه واحد صحيح. الواحد صحيح نديه للصحيح يبقى كام؟ يبقى ثلاثة. طيب نخش على المثال اللي بعديه، طالما يا أستاذ الشريط غير كامل يبقى ده كسر احتيالي. نبدأ يا أستاذ نكتب المقام اللي يمثل عدد كل الأجزاء للشكل كله، كده اثنين، كده ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، يبقى المقام كام؟ العدد الكلي للأجزاء ثمانية. البسط الحاجة اللي أنا عاوز نتكلم عنها، عاوز نتكلم عن المظللين، مفيش غير واحد من الثمانية مظللين، يبقى المظللين واحد. نخش على اللي بعدها، طالما مش مكتمل يبقى كسر احتياطي. المقام عبارة عن العدد الكلي للأجزاء للشكل ده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، يبقى المقام ثمانية. البسط الحاجة اللي أنا عاوز نتكلم عليها المظللين، كم واحد مظلل في الشكل ده؟ ثلاثة. زائد دي كاملة يا أستاذ، يبقى واحد صحيح طالما كاملة، نكتب واحد. يا أستاذ عندي صحيح وكسور، خلاص ما عنديش حاجة تنظر، الواحد ينزل زي ما هو، تمام، بالإضافة إلى كسر، المقام ما بيتغيرش، نجمع الكسر على الكسر، تمانية ما ينفعش إن أنا ناخد من المقام واحدة، ما ينفعش نجمع البسط، واحد وتلاتة كام؟ أربعة. بس أنا عطيتك ملحوظة في بداية الحصة، قلت لك لو الكسر عددين زوجيين نقسمهم على الكام؟ فكرني، ممتاز، على اتنين، أربعة على الاتنين فيها الاتنين، وتمانية على الاتنين فيها الأربعة، لسه قاعد الأعداد زوجية، يبقى تساوي اتنين نقسمها تاني على الاتنين عشان اتنين والأربعة زوجيين، اتنين على الاتنين فيها الواحد، وأربعة على الاتنين يا أستاذ فيها كام؟ فيها الاتنين، يبقى الناتج واحد وكام؟ ونص في أبسط صورة. طيب ندخل على اللي بعديها، والله يا استاذ طالما ما كملش يبقى ده كسر احتيالي. مقام العدد الكلي للاجزاء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يبقى العدد الكلي للاجزاء كام؟ تسعة. البسط الحاجة اللي أنا عايز نتكلم عنها، اللي مظللين ما فيش غير ثلاثة، نكتب ثلاثة. نخش على اللي بعديها، والله يا أستاذ طالما مش كامل يبقى كسر احتيالي. مقام نفس المقام اللي هو تسعة. البسط الحاجة اللي أنا عاوز نتكلم عنها، وهم كام عددهم المظللين في الشكل ده؟ خمسة. زائد والله يا أستاذ طالما كاملة دي يبقى واحد صحيح، ودي طالما كاملة يبقى واحد صحيح، يبقى الصحاح على بعض كام؟ اتنين، تمام؟ طيب ركز معايا يا أستاذ، هل الاتنين اللي الصحيح هل في زيها صحيح تاني؟ لا، يبقى ننزلها زي ما هو بالإضافة إلى كسر، ونجمع الكسر على الكسر، المقام ما بيتغيرش تسعة، تمام؟ ونجمع البسط 3 زائد 5 كام؟ 8، يبقى الناتج 2 و8 على الكام؟ على 9. ونخش على السؤال. طيب ندخل في السؤال الثالث، لان سؤال مهم الثالث ده فعلا، لان فيه في بعض الافكار هنا يا استاذ. لو جينا الاثنين، في واحد يقول لي خلاص يا استاذ ما لهاش اعداد صحيحه نكتبها، ده الكلام ده يا شاطر كان في الجامع، لكن الطرح ما ينفعش نطبق الكلام ده، تمام؟ فهنعمل ايه يا استاذ؟ الاثنين دي عباره عن واحد وواحد، صح ولا لا؟ مش واحد زائد واحد اثنين،
طيب نكتب الكسور الثانية، خلاص الاثنين دي نعمل لها طالما واحد وواحد نعمل لها كم شرطة كسر؟ شرطتين كسر مجموعين، تمام؟ طيب نكتب اللي جوه برضو زي ما هما، ناقص 2 على 5 ونقفل قوسهم، ومن بره 1 على الكام؟ 1 على 5. طب بالنسبة للشرطتين الكسر، الشرطة الأولى للواحد الأول والشرطة الثانية للواحد الثاني، لأن الاثنين واحد وواحد. طيب نخلي مقام الشرطتين زي المقامات اللي عندك اللي هي 5، تمام؟ وطالما الواحد الصحيح انا عارف ان البسط بتاعه لازم يكون كد مين؟ كد المقام عشان يدي واحد صحيح. كده يا استاذ المساله سهلت معايا، المقام ما بيتغيرش اللي هو 5، ونجمع 5 و5 10، 10 ناقص 2 8، 8 ناقص 1 7، تمام؟ يبقى 7 على 5. بس مين الملاحظ ده يا استاذ؟ ان ده ليس بعدد كسر، يبقى نحوله لان بسط اكتر من مين؟ من مقامه. نضع عليه اكس ونحوله، يبقى 7 ناقص 5 ناقص البسط ناقص المقام يساوي كام؟ 2. ناخد الاثنين، ينفع نشيل منها المقام تاني؟ لا. يبقى كده انت خلصت. يبقى عدد عمليات الطرح كم عملية؟ عملية واحدة بالإضافة إلى كسر بسطة اللي هو عبارة عن المتبقي 2 ومقام نفس المقام 5، يبقى الناتج 1 وكام؟ 2 على 5. طيب ندخل على السؤال الثاني يا استاذ، نفس الفكره. يبقى الاثنين دي يا استاذ عباره عن 1 زائد كام؟ 1 زائد 1 يدينا 2. في واحد يقول لي عملتها ليه زي كده؟ لان ما ينفعش ننزلها وحدها، الكلام ده كنا بننزل في الجامع لكن الطرح بيختلف. يبقى يا استاذ الواحد والواحد نعمل لهم كسريا، ادي لك 1 زائد 1 كسريا، تمام؟ يبقى عملت لهم كسريا. ناقص التلت اللي جوه ده، ناقص تلت ونقفل القوس بتاعه، ناقص من بره تلت، ناقص تلت. طب بالنسبة للكسرين، الكسر الأول بتاع الواحد الأول والكسر الثاني بتاع الواحد الثاني والزائد اللي ما بينهما هذا زائد. نعمل مقاماتهم يا أستاذ زي المقامات اللي عندي زي الكسور دي، 3 وهنا 3، تمام؟ طب بالنسبة للبسط، طالما الواحد أنا عارف إن الواحد الصحيح عبارة عن بسطة زي مقامة، يعني 3 هي 3 والثلاثة دي 3، لأن إمتى الكسر يدي واحد صحيح؟ لما يكون البسط شكل المقام. كده يا أستاذ نبدأ نشتغل، المقام ممنوع الاقتراب منه 3، ونجمع البسط عادي، 3 و3 6، 6 ناقص 1 5، 5 ناقص 1 كام؟ 4. بس من الملاحظ ده يا أستاذ ليس بعدد كسر، عبارة عن عدد إيه؟ غير كسر غير فعل. يبقى نحوله، ناخد البسط نشيل منه المقام حط عليه اكس، نشيل منه المقام اللي هو 3، يتفضل 1. ناخد الواحد، ينفع نشيل منه المقام تاني؟ كده لا يا استاذ. يبقى عدد عمليات الطرح كم عملية؟ عندي في الطرح عملية واحدة بالإضافة إلى كسر بسطة عبارة عن المتبقي اللي هو 1 ومقام نفس المقام اللي هو 3. طيب ندخل على السؤال 3 يا أستاذ، خلاص الواحد جاهز. يبقى يا أستاذ نحول على طول، الواحد ده نعمل له كسر، ناقص 3 على 6 اقفل القوس، ناقص من بره 1 على الكام؟ على 6. الواحد يا أستاذ ها جاهز، مش محتاج فكة. يبقى نعمل مقامة زي المقامات اللي عندي، وطالما واحد يبقى بسطة لازم يكون هو إيه؟ مقام. طبعا المقامات ما بنلعبش فيها، 6 ونطرح 6 ناقص 3 3، 3 ناقص 1 كام؟ 2. وانا قلت لك طالما العددين زوجيين لازم تبسطهم في ابسط صورة، تقسم الاول على 2 والتاني على 2، 2 على 2 فيها الواحد و6 على 2 فيها التلاتة، يبقى الناتج كام؟ 1 على 3 في ابسط صورة. طيب ندخل يا استاذ على السؤال رقم 4. قلنا الاثنين دي يا استاذ ما لهاش مناظر، ما ينفعش تنزلها، ليه؟ لان ده طرح وليس جمع، لو في جمع كنت قلت لك ماشي. يبقى الاثنين دي عباره عن يا استاذ 1 زائد 1، صح؟ 1 زائد 1، الواحد الاول نعمل له كسر، زائد الواحد الثاني يا استاذ برضو نعمل له كسر، تمام؟ ناقص زي ما هي ناقص، والكسر الثاني زي ما هو اللي هو ايه؟ سدس. طيب بالنسبة للكسرين الأول بتاع الواحد والتاني بتاع الواحد، نخلي مقاماتهم زي اللي هي الكسر التاني، 6 و6. وطالما يا أستاذ واحد يبقى لازم المقام يكون زي البسط، وطالما التاني واحد يبقى المقام لازم يكون زي البسط. طبعا في حالة الجمع أو الطرح ممنوع الاقتراب من المقام، ونجمع أو نطرح البسط عادي، 6 و6 12، 12 ناقص 1 كام؟ 11. بس من الواضح إن ده ليس بكسر إيه؟ اعتيادي، يبقى لازم يتحول. ناخد البسط يا استاذ نشيل منه المقام اللي هو 6، يتفضل كام؟ يتفضل 5. طب ناخد الناتج اللي هو ينفع الخمسة نشيل منها 6؟ لا. يبقى كده انت خلصت، تمام؟
يبقى عدد عمليات الطرح كم عملية؟ ما عنديش غير عملية واحدة، بالإضافة إلى كسر. بسطة عبارة عن الباقي اللي هو 5، ومقام يا أستاذ نفس المقام الأول اللي هو مين؟ 6. وفعلا يا أستاذ ده عدد كسر، عبارة عن عدد صحيح وكسر احتيادي، بسطة أقل من مين؟ من مقام. طيب ندخل على السؤال 5 يا أستاذ. من الواضح إن 3 ناقص 2 على 3، أو هتقول لي الثلاثة ما لهاش مناظر تنزل، الكلام ده في الجامع. طب نعمل إيه يا أستاذ؟ هنقول لك الثلاثة عبارة يا أستاذ عن 1 زائد 1 زائد 1، تمام؟ يبقى هنعمل 3 كسور للتلاتة، أدي لك كسر كده 2 كده كام؟ 3، وننزل الناقص زي ما هي، والكسر اللي بعديها زي ما هو 2 على الكام؟ على التلاتة. طب بالنسبة للـ3 كسور بتاعت الواحد والواحد والواحد، نخليها نفس إيه المقامات الأولى، 3 و3 و3. طالما ده 1 يا أستاذ يبقى لازم المقام يكون زي البسط، 3 على 3 تدي 1. طالما التاني 1 يبقى لازم المقام يكون زي البسط، طالما ده 1 يبقى لازم المقام يكون زي مين؟ البسط. يساوي ممنوع ان احنا نقرب من المقام اللي هو 3، ونجمع او نطرح البسط عادي، 3 و3 6، 6 و3 9، 9 ناقص 2 كام؟ 7. من الواضح ان ده كسر غير فعلي، لازم يتحول، يبقى 7 البسط نشيل منها المقام 3 يتفضل 4. ناخد الناتج اللي هو 4 نشيل منه نفس المقام 3، ينفع ندينا 1، ناخد الواحد هل ينفع نشيل منه مقام تاني اللي هو 3؟ لا ما ينفعش يا استاذ، يبقى كده انت خلصت. يبقى عدد عمليات الطرح كم عملية؟ عندك عمليتين للطرح، يبقى عندك 2 صحيح، بالإضافة إلى كسر. بسطة عبارة عن الباقي اللي هو 1، ومقام يا استاذ نفس المقام الأول اللي هو كام؟ 3. وكده يكون خلصنا 2 و1 على كام. طيب ندخل يا استاذ على السؤال رقم كام؟ على السؤال رقم 6. طب الاربعه يا استاذ هنعمل فيها ايه؟ هنخليها 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1، يبقى نعمل كم كسر؟ نعمل 4 كسور للاربعه، 1 كده 2 كده 3 كده كام 4، وننقل ناقص ربع زي ما هو ناقص ربع. طيب بالنسبة للمقامات بنخليها زي المقامات اللي عندي، 4 وده برضه 4 وده 4 وده كام؟ 4. طالما الأول 1 يبقى نخلي مقامة زي بسطة، طالما التاني 1 مقامة زي بسطة، 1 مقامة زي بسطة، مقامة زي 1 بسطة. ماليش صالح بالمقام اللي هو 4 ونجمع ونطرح البسط دي زي ما هو، 4 و4 8، 8 و4 12، 12 و4 16، 16 هنشيل منهم 1 كام؟ 15. من الواضح ان ده كسر غير فعلي لازم يتحول، يبقى ناخد البسط اللي هو 15 نشيل منه المقام اللي هو كام؟ اللي هو 4، خلاص حط عليه دايرة واعمل عليه اكس. الناتج كام؟ الناتج كام؟ 11. ناخد ال 11 نشيل منها نفس المقام 4، الناتج كام؟ الناتج 7. ناخد الـ7 نشيل منها نفس المقام 4، الناتج كام؟ الناتج يا أستاذ 3. ناخد الـ3 ينفع نشيل منها نفس المقام 4؟ لا يا أستاذ، يبقى أنت كده خلصت. يبقى عدد عمليات الطرح كم وحدة؟ 3، يبقى العدد الصحيح 3، بالإضافة إلى كسر. بسطة عبارة عن الناتج اللي هو 3، ومقام نفس المقام اللي هو مين؟ 4. طيب ندخل على السؤال السابع يا أستاذ، وهنا عندي 2، الـ2 عبارة عن 1 زائد 1، يبقى هنعمل كسرين، تمام؟ ناقص ناقص كام يا أستاذ؟ ناقص 5 على 8. ركز إن المقام ما بيتغيرش، 8 8، طالما ده 1 يبقى بسطة زي مين؟ زي مقام. المقام 8 ما بنغيرش يا أستاذ، ونجمع 8 و8 16، 16 ناقص 5 كام 11. من الواضح إن ده كسر غير حقيقي، بسط أكتر من مقام يتحول. ناخد البسط نشيل منه المقام 8، 11 ناقص 8 كم يا أستاذ؟ 3. ناخد الـ3 ينفع نشيل منها 8؟ لا، يبقى كده أنت خلصت. عدد مرات الطرح كام؟ 1، بتمثل العدد الصحيح، وبالإضافة إلى كسر. بسط عبارة عن الناتج 3، ومقام نفس المقام الأول كام؟ حبايب الشطار الباش مهندسين والدكاترة، هسيبلكم المثال ده والمثال ده، لأن فعلا المثالين دول مش هحلهم إلا إيه؟ الأذكياء فقط. فياريت ان انت تحل السؤالين دول وتكتبهم لي في اول تعليق، وتكتب اسمك دكتور او باش مهندس. طيب ندخل على السؤال اللي بعديه، بيقول لك 10 على 12 ناقص 3، قلنا المقام ما بيتغيرش اللي هو 12، ونطرح او نجمع البسط عادي، تمام؟ 10 ناقص 3 7، من الواضح ان ده كسر احتيادي، هي مش هنحول فيه، بسط اقل من مين؟ من مقام.
ندخل على اللي بعديه، المقام ما بيتغيرش، 8، ونطرح البسط عالي، 5 ناقص 2 3. طيب نخش على اللي بعديه يا أستاذ، المقام ما بنلعبش فيه، ونطرح البسط عادي، 6 ناقص 3 كام؟ 6 ناقص 3 3. تمام. طيب ندخل على السؤال رقم 4. طيب ندخل على السؤال الرابع، بيقول لك صل كل مسألة بالنموذج المناسب لها ثم أوجد الناتج. تمام. طيب ركز معي، بيقول لك أنا عندي نموذج صحيح، شيل لي منه 3 من 8. مين النموذج الصحيح؟ بس فيش غير دي نموذج صحيح، هي وحدة، شيل لي منها 3 من 8. لو جينا نعد، 1 2 3 4 5 6 7 8، عاوز نشيل منها كام؟ 3، وهشيلهم 3. تمام. يبقى نختار هنوصل دي بمين؟ ابدأ. طيب نيجي للنموذج الثاني، يتفضل كم يا أستاذ من الثمانية؟ طب أنا شلت 3 من 8، يتفضل كام؟ 1 2 3 4 5، يتفضل 5 من كام؟ من 8. يبقى دي النتيجة 5 من كام؟ من 8. طيب نيجي اللي بعديها، عندك 2 أصحاح، مين اللي 2 أصحاح في دول يا أستاذ؟ دي فيها 2 أصحاح، بالإضافة في وحدة ثالثة بس ما أخدش منها غير 3 بس. تمام. بالإضافة مين اللي فيها 2 أصحاح؟ لا ركز، اللي فيها وحدة صحيحة واثنين أصحاح يبقى على بعض 3 أصحاح. مين اللي فيها 3 أصحاح؟ أدي لك 1 2 3، دول فيها 3 أصحاح، بالإضافة إلى وحدة رابعة هناخد منها 3 بس، وأدي الرابعة واخد منها 3 بس، يبقى نوصل دي بدي. طبعا عندي 2 أصحاح، شيل لي منها مرة 1 من 4 واثنين من 4، يبقى شيل لي منها 3 من 4. ادي لك عندي 2 أصحاح، شلنا من واحده منهم 3 من 4، يبقى ناخد دي من كام؟ طب تعال نشوف المتبقي من دي كام؟ كده عندي كام اصحاح؟ عندي 3، بالاضافه الى المقام في دي 1 2 3 4 5 5، خدنا منهم كام؟ 5 3، يبقى 3 و5، 3 و3 على الكام؟ على الخمس. نيجي لهنا، عندنا وحده صحيحه بالاضافه وحده مش كامله، وحدة حذفنا منها كام؟ حذفنا منها 3، 3 يبقى تفضل فيها وحدة من كام؟ من أصل 4، يبقى 1 و4، دي 1 و4. تمام؟ 1 و4. بس كده نكون ندخل على الجزئية التالية. طيب ندخل يا أستاذ على السؤال رقم 5، بيقول لك ارسم نموذجا لحل المسألة التالية. يبقى عندي كم نموذج؟ هنعمل يا استاذ 3 نماذج يا استاذ، ليه؟ لان عندك عدد الاحداث الصحيحه كام؟ 3. يبقى انا عاوز 3 نماذج، هنعمل 3 نماذج مكتملين، ادي لك 1 2 كده كام؟ 3 نماذج، والثلاثه دول كاملين لان دي صحيح، واحنا الصحيح بنمثل يا استاذ بيه بنمثل بنموذج كامل، الثلاثه 1 زائد 1 زائد 1. تمام. طيب تعال نمثل، بس النموذج ده هنقسمه ازاي يا استاذ؟ هنقسمه كل واحد حسب المقام لكم جزء؟ 3 اجزاء، 1 2 3 متساويين، وبرضه ده 1 2 3، وبرضه ده 1 2 3. طيب نبدا يا استاذ، طالما صحيح نظللهم كاملين، هنظلل الاول والثاني والثالث، كده ظللنا الاول وكده ظللنا الثاني وكده ظللنا الاخير يا استاذ. طيب بيقول لك شيل لي منهم من واحد فيهم 1 من أصل 3، يعني روح احذف من وحدة فيهم مربع 1 من أصل 3. تمام. كده رحنا الوحدة فيهم، شلنا منها كام؟ 1 من كام؟ من 3. كم المتبقي يا أستاذ؟ الناتج 2 أصحاح بالإضافة إلى كسر يا أستاذ بسطه، يبقى اللي زادوا كام؟ 2 أصحاح، أدي لك 2 بالإضافة إلى كسر مقام نفس المقام، زادوا كام؟ 2 من كام؟ من أصل 3، 2 من أصل كام؟ 3. يبقى أدي لك 1 و1 ممتلئين، يبقى كده 2 أصحاح أهم، بالإضافة إلى كسر اعتيادي، عبارة عن بسطه، عبارة عن المتبقي الملونين 2 من أصل كام؟ 3. طب نيجي اللي بعديها، يبقى كده أنا عاوز نعمل كام واحد صحيح؟ واحد بس، نموذج واحد، ونقسم حسب المقام إلى كام؟ هنقسم إلى 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، إلى 8 أجزاء متساوي. بيقول لك إيه؟ شيل لي من الثمانية، ركز، طالما صحيح هنظلل للنهاية، الواحد صحيح، الصحيح دايما بيتظلل كامل.
بيقول لك يا استاذ شيل لي منه 2 من اصل 8، روح احذف 2 من اصل 8، ادي لك 1 كده كام؟ كده 2، يبقى تفضل كام يا استاذ؟ يتفضل 6 من اصل كام؟ 6 من اصل 8، حذفنا 2 من 8 يتفضل 6 من 8. طب نيجي للسؤال اللي بعد الثالث، يبقى هنعمل كم نموذج كاملين؟ هنعمل 2 صحاح ونظللهم للنهاية، ادي لك 1 2، ظلامة صحيح يبقى نظللهم للنهاية، وبنقسمهم حسب المقام إلى كام؟ 3 أجزاء متساوية، كده 3 وكده برضه ده بكام؟ ب3. ظلامة صحيح يبقى نظللهم لمين؟ للنهاية. هنظلل ده وهنظلل ده. بيقول لك شيل لي كام؟ قال لي روح الواحد فيهم شيل منه 2 من 3. هنشيل دي وهنشيل دي، 2 من 3 يتفضل 1 صحيح بالإضافة إلى وحدة بس من أصل 3، بس كده نكون كده خلصنا السؤال. ندخل على السؤال طيب نبدأ في السؤال 6. أول سؤال بيقول لك تشاركت منار عبوتين متماثلتين من الحلوى مع أصدقائها، فإذا أعطت منها 3 من 8 من العلبة، عبوة الحلوى الأولى، يبقى عبوة الحلوى الأولى يا أستاذ عبارة عن صحيحة صح؟ طب طالما واحد صحيح يبقى المقام يبقى زي المقام، واحد صحيح، وطالما واحدة صحيحة يا أستاذ يبقى لازم البسط يكون زي البسط. طيب أعطت كم من العبوة الأولى؟ أعطت يعني 3 من 8، طب لما تدي من العبوة، العبوة بتزيد ولا بتنقص يا أستاذ؟ أكيد هتنقص صح ولا لا؟ تنقص كام؟ تنقص 3 من 8، يبقى يتفضل كم في العبوة الأولى؟ المقام ما بيتغيرش، و8 ناقص 3 كام؟ 5، والمقام ما بيتغيرش، يبقى العبوة الأولى هيكون فيها كام؟ 5 من 8. وأعطت كمال 5 من 8 من العبوة اللي هي العبوة إيه؟ الحلوى الثانية. والله الثانية يا أستاذ في الأصل كانت ممتلئة صحيحة، طالما صحيحة يا أستاذ يعني واحدة صحيحة. طبعا المقام ما يتغيرش، طالما الواحد صحيح يبقى بسطة زي مين؟ مقامة. عطت كام الحش كمال؟ عطت، طب لما تدي كمال اللي جوه العلبة بيزيد ولا بينقص؟ بينقص يا أستاذ. عطت كام؟ 5 على 8 من الثانية. في حالة الطرح المقام ما بيتغيرش يا أستاذ 8، ونطرح البسط عادي، 8 ناقص 5 كام؟ 8 ناقص 5 3، يبقى العبوة الثانية هيفضل فيها كام؟ فاحسب كمية الحلوى المتبقية مع منار. العبوة الأولى كان فيها 5 من 8، والثانية يا أستاذ كان فيها كام؟ فيها 3 من 8. يبقى على بعض، لو عايز نحسبهم على بعض يا أستاذ هنقول له 5 على 8 المتبقين من العبوة الأولى، هنضيف لهم 3 على 8 المتبقين في العبوة الثانية، تمام؟ نجمع يا أستاذ المقام ما بيتغيرش، و5 و3 كام؟ 8، وأي حاجة عن نفسها بكام؟ يبقى كده يا أستاذ هي وزعت عبوة وقعدت مين؟ عبوة أخرى. ونبدأ يا أستاذ في السؤال رقم 2، بيقول لك قرأت هبة قصة معينة لمدة كم ساعة؟ لمدة ساعتين، حيث قرأت مع أخيها لمدة نص ساعة، وقرأت مع أختها لمدة كام؟ نص ساعة. طب مش النص الساعة والنص الساعة التانية اللي قرأتهم مع أخيها وأختها طلعها من الزمن اللي كان معاها؟ أيوة، يبقى نشيل منهم نص، ونشيل برضو النص التاني اللي قرأت مع مين؟ مع أخوها التاني. وقرأت بمفردها بقية الوقت، يبقى الوقت كله 2، هنشيل من الاتنين دي اللي جراتهم مع اخوها ومع اختها، يتفضل اللي هي الوقت المتبقي. وقرأت بمفردها باقي الوقت، يبقى اللي هيتبقوا اللي جرت ايه؟ بمفردها، تمام. طب الاتنين دي يا استاذ مش عبارة عن 1 زائد 1؟ ايوه، يبقى الواحد هنعمل له كسر، وبرضه الواحد التاني ده نعمل له كسر، مقامه نفس مقام الكسر ايه؟ التاني. طالما واحد يا استاذ يبقى بسطة زي مقامه، طالما واحد يبقى بسطة زي مين؟ مقامه، ناقص نص، نكتب نص ناقص في نص تاني، تمام؟ يبقى دي بتساوي. في حالة يا أستاذ الجمع والطرح المقام ما بيتغيرش، ونجمع ونطرح البسط عادي، 2 و2 4، 4 ناقص 1 3، 3 ناقص 1 كام؟ إيه؟ 2. أي حاجة على نفسها بكام؟ بواحد، يبقى إيه؟ الوقت المتبقي اللي قرأت مع نفسها كام ساعة؟ 1 ساعة، 1 ساعة. طيب ندخل على السؤال رقم، طيب بيقول لك تحتاج فاطمة إلى زجاجة زيت كاملة للقلي، يعني كاملة الزجاجة دي هي كاملة لكي تطهي العشاء، فإذا كان لديها زجاجة بها 1/5، يبقى الزجاجة اللي معها فيها كام؟ 1/5، من حجم زجاجة من حجمها، وزجاجة أخرى من نفس النوع فيها كام؟ الأخرى يا أستاذ فيها 3/5، تمام؟ من حجمها، فما كمية الكمية التي ستحتاج إليها
لديها زجاجة كاملة. عشان نقول عليها معها زجاجة واحدة صحيحة، يبقى لازم يا أستاذ الباص تكون كد مين؟ كد المقام، عشان أي حاجة على نفسها بواحد. طب عشان المقام طبعا ما بيتغيرش، اللي هو 5. ونجمع البسط عادي اللي معاها، 1 و2 كام؟ 3 و1 كام؟ 4. طب عشان البسط يبقى كد المقام يا أستاذ، الأربعة دي محتاجة كام؟ محتاجة واحد بس، محتاجاش غير 1 من 5، يبقى هتحتاج كام؟ دي 1 من 5 ما تحتاجها لصبح لديها زجاجة إيه؟ كاملة، 5. ليه؟ لأن الواحد لو أعطيتها للبسط يبقى 5، 5 على 5 يدينا زجاجة إيه؟ كاملة، يبقى هتحتاج إيه؟ 5. طيب ندخل على السؤال رقم 7، بيقول لك اقرأ المسائل الكلامية ثم أكمل. بيقول لك اشترى حاتم فطيرة بيتزا فأكل كام؟ 2/5 منها، فإن كمية البيتزا المتبقية لدى حاتم. فطيرة صحيحة يا مستر؟ أيوة، يعني واحد صحيح، صح ولا لا؟ طب واحد صحيح يا أستاذ عاوز نخليه مقامة زي مقام الكسر، فهنخليه مقامة زي مقام الكسر. الواحد الصحيح يبقى بسطة زي مين؟ مقام. طب الـ5 من 5، الـ5 أجزاء من أصل 5 أجزاء، كل منهم كام؟ والله يا أستاذ كل يعني اللي هي الأجزاء اللي معاها تنقص، ناقص، ناقص كام اللي كلهم؟ ناقص 2/5. المقام ما بيتغيرش، و5 ناقص 2 3، يبقى كل 2 من 5 يتفضل كام؟ 3 من 5. طيب ندخل على بقى، اشترت هنا قالبين متماثلين من الشوكولاتة، فإذا أعطت أخاها 3/4 قالب شوكولاتة وأعطت صديقتها ربع، كده يا أستاذ أعطت كام؟ قالب شو؟ فإن الكمية المتبقية لم يتبقى شيء. هي اشترت قالبين متماثلين من الشوكولاتة، فإذا أعطت أخاها كم قالب؟ ركز، هي اشترت قالبين وليس قالب واحد، يبقى 1 و1، يبقى نخليه الأول عبارة عن مقام زي مقام الأول، يبقى 4/4، وبرضه الثاني 4/مين؟ على 4. طيب 4/4 يا أستاذ، يبقى ده مقسم إلى 4 وده برضه مقسم إلى 4، طالما صحيح يبقى نظللها كامل. تمام، نظللها كامل، ده هيتظلل الكامل ده. عطت يا أستاذ يبقى هيزيد ولا هينقص؟ والله طالما عطت يبقى هينقص. عطت كام؟ 3، يبقى نروح نحذف 3. طيب وعطت التانية كام؟ عطتها 1 من 4، نروح نحذف 1، يبقى يتفضل وحدة صحيحة بس. تمام، ممكن تعمل الأولى بنفس الحكاية، هي معاها وحدة صحيحة مقسمة حسب المقام إلى 5، 1 2 3 4 5، طالما صحيحة يا أستاذ نظللها كلها. طيب اشترى حاتم فطير البيتزا، أكل، أكل يعني هتنقص، كل كم من الـ5؟ كل 2، احذف 2، فإن الكمية المتبقية هتفضل 3 من الـ5. الأمور سهلة يعني بسيطة، مع أدهم جنيه واحد، جنيه يعني كامل، ومقسم حسب المقام إلى نصين، طالما جنيه واحد صحيح يبقى يتظللوا كلهم. تمام، طيب مع ادهم جنيه واحد، فاذا اشترى حلوى بنص جنيه، يعني خد 1 من 2، اشترى من 2 من جنيه اللي معاه، اشترى منهم كام؟ 1 من 2، يبقى نحذف 1 من 2، فان مقدار الجنيهات المتبقي. طب لما يشتري حازم الفلوس ما هتزيد ولا تنقص؟ تنقص، يبقى روح احذف 1 من 2، يتفضل كام؟ يتفضل 1 من 2، تفضل نص، يبقى صرف نص وتفضل مع إيه؟ طيب ندخل، بيقول لك فكر تصنع نادي الفلافل لإفطار كبير وتتطلب وصفتها نص معلقة، يبقى وصفتها نص معلقة صغيرة من بيكربونات، وتكفي هذه النص معلقة دي بتكفي كم شخص؟ بتكفي 10 أشخاص. تمام، طب لو 20 شخص يبقى تعمل كم نص؟ نصين. طب 30 شخص 3 نصوص، 40 شخص 4 نصوص، وعدا ولكن عدد ضيوف نادية هم 40. طب الـ40 يا أستاذ مش عبارة عن 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10؟ أيوة يا أستاذ، احسب عدد الملاعق، قلنا المعلقة الواحدة يا أستاذ عبارة عن 10، طب المعلقة الواحدة يبقى كل 10 اقصادها نص معلقة، كل 10 أشخاص اقصادهم نص معلقة، يبقى زائد الـ10 أشخاص تقابلهم نص معلقة، زائد الـ10 أشخاص نص معلقة، زائد الـ10 أشخاص نص إيه؟ معلقة. يبقى يا أستاذ في حالة الجمع المقام ما بيتغيرش، بنجمع البسط 1 و1 و1 و1، يبقى عبارة عن 4، 4 لو قسمناهم على شخصين كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد 2، يبقى تحتاج كم معلقة؟ معلقتين من بيكربونات الصوديوم. طب ندخل على السؤال اللي بعديه، بيقول لك كتب معلم المسألة الآتية على السبورة، 2/3 زائد 1/3 زائد 1، فيقول حاتم إن ناتج الجمع سيكون 4/3 أو 1 و
واحد على الثلاث. تعال نشوف هل توافق ولا لا. تعال لما نيجي نجمع يا أستاذ المقام ما بيتغيرش، بنجمع البصمة 2 و1 3 و1 4، يبدو أن الإجابة الأولى صح. تعال نحول، ده كسر غير حقيقي، نحول لمين؟ لاعتيادي. طيب ناخد البسط يا أستاذ، نشيل منه المقام 3، يتفضل 1. الواحد ينفع يا أستاذ نشيل منه 3 تاني؟ لا. يبقى عدد عمليات الطرح كام؟ وحدة. والمتبقي 1 من نفس المقام 3، يبدو أن حاتم دائية واد برنس، يبقى أوافق حاتم. ما السبب؟ لأن مجموع الكسور يعطي 4 على 3 ككسر فعلي، أو 1 و1 على 3 كعدد كسري. طيب ركز معايا يا أستاذ، هنا اختبر نفسك، طبعا أهم المسائل على الدرس، تمام؟ فركز، حاول إن أنت توقف الفيديو تبدأ تحل في المسائل دي وتقارن حلك بحلي. لو أنت جبت الدرجة النهائية كده يبقى أنت إيه، فهمت الدرس بنسبة 100%. طيب هنا يا أستاذ أول سؤال بيقول لك اجمع. لو جينا نجمع قلنا المقام يا أستاذ ما ليش صلح بالسبعة، بنجمع البسط 4 زائد 3 كام؟ 7. قلنا امتى الكسر يدي واحد صحيح؟ لما يكون بسطه قد مقامه، وده فعلا يا استاذ بسطه قد مقامه، يبقى الناتج واحد ايه؟ صحيح، يبقى نختار الاختيار رقم جي. طب ندخل على السؤال الثاني، ما ينفعش هنا يا استاذ نطرح، لازم نخليهم كسور مع بعض. يبقى هنقول له بكل بساطه الواحد الصحيح نعمل على هيئه مين؟ على هيئه كسر، والثاني ده زي ما هو. طب كسر مقامه زي المقام الكسر الثاني، طالما واحد صحيح يا استاذ يبقى بسطه زي مين؟ مقامه، تمام؟ المقام مليء الصالح ب7 ونطرح 7، لما نشيل منهم 5 الناتج كام؟ 2 من 7، يعني نختار الاختيار رقم ده. وندخل على السؤال الثالث. طيب نبدأ في السؤال الثالث يا أستاذ، بيقول لك عدد كسور الوحدة من الكسر 9 في دي، المكونة للكسر ده. والله عدد كسور الوحدة بناخدها من البسط يا أستاذ، عددهم كام؟ 7، يبقى نختار 7. طيب ندخل على السؤال الثاني، بيقول لك أكمل ما يأتي. هنا 2 يا استاذ ناقص 1 على 5، ركز ان الاثنين كده ما ينفعش يا استاذ، نخليها 1 و1، 1 زائد 1، يبقى نعمل لها كم كسر؟ نعمل لها كسرين، هدي لك 1 2، لان الاثنين خليتها 1 و1. طيب ونكتب الباقيين زي ما هم، ناقص 5 نقفل القوس، ناقص 3 على الكام؟ على 5. طب بالنسبه للواحد الاول نخلي المقامات زي المقامات اللي عندي 5، وطالما يا استاذ واحد يعني مقامها هيكون زي مين؟ بسطه. وطالما الثاني واحد برضه مقامها هيكون زي مين؟ بسطه. والمقام اللي يصطلح بيه اللي هو 5 ينزل زي ما هو، ونطرح ونجمع في البسط 5 و5 10، 10 ناقص 1 9، 9 ناقص 3، 9 ناقص 3 6. بس من الملاحظ ان ده كسر غير ايه؟ غير حقيقي، يبقى نعمل عليه اكس ونحاوله. هنقول له 6 هنشيل منها 5، يتفضل 1. الواحد ما ينفعش نشيل منها حاجه ثاني. يبقى يا استاذ في الحاله دي عدد مرات الطرح مره واحده بالاضافه الى كسر، بسط عباره عن المتبقي 1 ومقام نفس المقام الاول 5، يبقى الناتج واحد وكام؟ 1 و5. طب ندخل على السؤال، طيب ندخل يا استاذ على السؤال الثاني. طبعا الواحد صحيح ده هنخليه كام؟ هنعمل على هيئه كسر، مقام نفس المقام الناتج، وطالما واحد صحيح يا استاذ يبقى لازم المقام يكون زي البسط. طيب المقام ما بيتغيرش طالع اللي هو 4. طيب الـ4 نقصت كام يا استاذ عشان تبقى 3؟ نقصتش غير ايه؟ 1 على نفس المقام اللي هو 4. طيب ندخل على السؤال اللي بعده، بيقول لك يا استاذ الـ15 عباره عن عدد صحيح بالاضافه الى كسر مين؟ عدد كسر، يعني عدد صحيح وكسر مين؟ اعتيادي. ناخد الـ15 نشيل منها المقام 4، يتفضل مين؟ 11. ناخد الـ11 نشيل منها نفس الـ4 المقام، يتفضل كم يا أستاذ؟ يتفضل 7. ناخد نفس الـ7 نشيل منها نفس المقام، ناخد الناتج اللي هو 7 نشيل منها نفس المقام 4، يتفضل 3. ناخد الـ3 نشيل منها نفس المقام، بس ركز إن لا ما ينفعش نشيل من الـ3 4، يبقى عدد عمليات الطرح كام؟ 3، بالإضافة إلى كسر بسطة المتبقي اللي هو 3 ومقام نفس المقام 4، تمام؟ طيب ندخل يا أستاذ في السؤال رقم 4، نفس الكلام هنا، عاوز عليه عاوز نرفع الكسر، خلاص المقام ما بيتغيرش، قلنا بنضرب المقام اللي ما بيتغيرش في العدد الصحيح، 5 في 4 ب 20، 20 هنضيف لها البسط يبقى 23، يبقى في صورة كسر ايه؟ فعلي. طيب ندخل على السؤال، طيب ندخل على السؤال الثالث يا استاذ، عشان شكلنا طولنا في الفيديو ده خالص، معلش عشان الفيديو ده ايه لازم تتدرب على العمليات اكتر. هنجمع الصحاح على بعض، عندي 2 و3 يبقى خام كام؟ اصحاح 5 بالاضافه الى كسر، المقام ما بيتغيرش اللي هو 9، و5 و6 يا استاذ كام؟ 11. بس ركز ان ده مش عدد كسري،
ده عبارة عن كسر غير فعلي لازم يتحول، يبقى نقول له انبسط هنشيل منه المقام يتفضل كام؟ يتفضل 2. ينفع الاثنين يا أستاذ نشيل منها 9؟ لا، يبقى كده خلصت. خلاص هنحط دايرة على ده عشان ده ما ينفعش، تمام، ونحط عليه اكس. طيب كده يا أستاذ عدد عمليات الطرح مرة واحدة بالإضافة إلى كسر بسطة عبارة عن المتبقي ومقام نفس المقام 9، ندي الواحد الصحيح على 5 تصبح كام؟ تصبح 6 بالإضافة إلى الكسر المتبقي 2 على الكام؟ 2 على 9. طيب ندخل يا أستاذ على السؤال رقم 2، هنجمع الصحاح مع بعض، عندك صحيح 1 و3 كام؟ 4 بالإضافة إلى كسر اللم الكسور مع بعض، المقام 7 ما بيتغيرش، ونجمع 2 و4 كام؟ 2 و4 6، يبقى الناتج 4 و6 على الكام؟ 6 على 7. طيب نيجي للسؤال الثالث، ركز ان الثلاثة في طرح يا استاذ لازم تتفك، 1 زائد 1 زائد 1، طالما ثلاث وحدات يا استاذ نعمل ثلاث كسور يلا نعمل ثلاث كسور للوحدات دي يا استاذ، ادي لك كسر كده 2 كده كام؟ كده 3، ناقص يا استاذ اهي ناقص 3 على 8، نروح قافل القوس، ناقص 4 على الكام؟ 4 على 8. طب بالنسبة للمقامات بتاعت الوحدات دي تمانيات كلها زي المقامات اللي عندك، وطالما الأول واحد يبقى بسطة زي مقامه، طالما الثاني واحد يبقى بسطة زي مقامه، طالما الثالث ده واحد يبقى بسطة زي ايه مقامه، ده بيساوي المقام اللي هو 8 ما بتتغيرش، نجمع البسط 8 و8 16، 16 و8 24، 24 هنشيل منهم 3 21، 21 هنشيل منهم يا أستاذ 4، يبقى الناتج 17 على 8، وكده يا أستاذ ده كسر غير فعل نحوله، 17 هنشيل منها 8 يتفضل 9، ناخد الناتج اللي هو 9 نشيل منه نفس المقام 8 يتفضل 1، الواحد ما ينفعش نشيل منه كام؟ 8، يبقى كده خلصت. عدد مرات الطرح كام؟ عدد مرات الطرح اللي هم 2 والمتبقي 1 من نفس المقام 8. طيب السؤال الرابع مباشر يا استاذ وساهل، المقام ما هيتغيرش 8 ونطرح الكسور عادي، 6 لما نشيل منهم 3 كام؟ 3. طيب نيجي للي بعديها نتعب فيها شويه، الاثنين دي نخليها 1 زائد 1، والواحد يا استاذ نعمل لها كسرين، الواحدين نعمل لهم كسرين، ناقص نص زي ما هو، الكسرين دول مقامهم زي مقام الكسر اللي هي الكسور اللي عندك. طيب طالما واحد يبقى بسطه زي مقامه، طالما واحد يبقى بسطه زي مين؟ مقام. المقام اللي الصالح بي، واثنين واثنين اربعة، اربعة ناقص واحد يا استاذ ثلاثة، يبقى ثلاثة على الكام؟ على الاثنين، بس ده كسر غير حقيقي نحوله. المقام هنشيل منه البسطة هنشيل منه المقام يتفضل واحد، الواحد ما ينفعش نشيل منه حاجة تاني. يبقى عدد مرات الطرح كام يا استاذ؟ مرة واحدة بالإضافة إلى كسر بسطة عبارة عن كام؟ واحد، ومقامه نفس المقام. ندخل على الأخيرة يا أستاذ، المقام هو 9 ونجمع البسط 4 و5 كام؟ 9، أي رقم على نفسه يدي واحد كام؟ صحيح. طيب بيقول لك يا أستاذ في السؤال الرابع، اقرأ ثم أجب، تحضر مرار منار مشروبا يتطلب 5 على 8 لتر من الحليب، إذا كان معها كام من الخمسة دول؟ ما هاش غير 2 لتر من الحليب، فما المقدار الحليب الذي تحته؟ والله هي تحتاج 5 من 8، تمام؟ طب ما معهاش غير 2 يبقى هتحتاج 3 من 8 تاني، تمام؟ طيب لدى ندى قالب شوكولاتة، يا سلام مين بيحب الشوكولاتة؟ طيب فإذا أكلت 3 من 4 من قالب الشوكولاتة، تمام؟ ركز، قالب صحيح يعني معنى ذلك أن 4 من 4، لأن يديك واحد صحيح، قالب صحيح. طيب لدى ندى قالب شوكولاتة، فإذا أكلت 3 أرباع من قالب الشوكولاتة فاحسب مقدار ما تبقى. طب الأربعة يا أستاذ كلت منهم كام؟ كلت منهم 3، يتفضل 1 من 4. وبكده يا أستاذ يكون خلصنا تمارين الدرس، بالله عليكم أنا والله تعبت تعب شديد عشان نعمل لك الحلقة دي، ما تنساش أنا مش عاوز منك فلوس ولا عاوز منك أي حاجة، بس اللي عاوزة منك بس تدعي لي وتفتكرني، تمام؟ ودي ما تنساش تدعي الوالدي الله يرحمه وتفتكره بدعوة جميلة منك، لأن هو سبب كان سبب إن أنا أوصل لك المعلومة، تمام؟ أنا عماد يسر، يا رب يكون اشتركت في جروب التليجرام اللي سبته لكم في صندوق الوصف، وأكيد نسيت لا تشترك في القناة، ونسيت تفعل زر الجرس، أهم حاجة تفعل زر الجرس، ونسيت أكيد تعمل لايك للفيديو. يلا أسيبك، أنا عماد يسر، السلام عليكم.